يا صباح الروقان، يا صباح الجمال، يا صباح العسل. ايه الصباح الحلو ده؟ بصوا بقى الجمال بقى اللي انا قايمه الصبح عليه. شايفين انا صاحيه على ايه النهارده الصبح؟ عملت السندوتشات دي وقلت هنزل افطر في الحته اللي هناك دي. يلا بينا، صباحكم فل، صباحكم رضا، صباحكم كده كله طاقه كده. يلا بينا. والله يا ولاد بتفرق. عايزه اقول لكم لما تصحي الصبح كده تروحي تاخدي السندوتشات، بصي البلكونه اللي انا واقفه باي باي لكم بتقول لكم صباح الخير. البلكونه على طول على البحر، لما تقومي كده تغيري المود بتاعك. انا كنشوه يعني متعوده ان انا احب اقوم الصبح اعمل لي فطار معين واحب اعيش نفسي في جو معين، لكن يعني لما تكسري الروتين كده مره حلو قوي. جبت الكرسيين دول كده وقعدت، وعايزه اقول لكم كانت قاعده وهي القعده، انا ما عرفتش اقوم من القعده دي غير بعد 3 4 ساعات بجد والله. احنا اصلا صاحيه بعد الظهر، لان احنا كنا سهرانين فصاحيه بعد الظهر. القعده بقى تخليكي تنسي كل حاجه وراكي. قعدنا لما العصر اذن وفضلنا قاعدين كمان حبه كتار يعني بعد المده دي كلها. قعدت انا وعلي نفطر، والبيت الابيض اللي ورانا، البيت الابيض اللي ورايا ده للولاد ايه قاعدين فيه، بينزلوا ويطلعوا لنا وينزلوا ويطلعوا لنا وكده. بص انا طلبت كوبايه كابتشينو، وهي شبيه الكابتشينو بس احنا هنسميها كابتشينو. وانا كنت عامله سندوتشات اللانشون والجبنه الرومي في الشقه وانا نازله. طلبنا 2 شاي، عارفين كوبايه الكابتشينو والشاي ب 40 جنيه، الكوبايه ب 20 جنيه. اه والله العظيم يا بلاش، بالقعده كله بالكرسي بالشمسيه انا دفعت 40 جنيه التوتال كله. فانت القعده دي بجد ما تسواش الفلوس دي كلها والله. لا يعني القعده حلوه، قصدي القعده حلوه. الكابتشينو ده كان يعني هو مش كابتشينو، هو شبيه الكابتشينو بس والله كانت القعده حلوه. وقعدت بقى كده افطر السندوتشات اللي انا بقى جايباها، ونتفرج بقى على الهوا وعلى البحر وعلى الريح وعلى الجاي. عارفين قعده البحر الجو مش برد يعني، عشان ما حدش يقول نشوى الجو برد عليكي. اولا انا لابسه بادي تحته البروفه الصوف اللي انا لابساه، ولابسه كمان البروفه، فالجو حلو جدا بصراحه. طبعا بقى ما فيش لسه هدوم ولا حاجه بتبقى عشان بقينا في الشتاء. بصوا جبت الخمسه ب 50 يعني واحده بعد. تسلم. ربنا يوسع عليك. بصوا يا ولاد المناديل اي كلام يعني، حاجات شعبي بس هي بس بترزق، هي ترزق الناس. وانا برضو عندي مش عندي مناديل في الشقه، احنا بنستهلك مناديل مش مناديل اصلا. حلوه حلوه الحمد لله. يا اولاد هي هتحلو هتحلو الدنيا هتحلو، اصبروا. يلا بقى نروح نشوف هنتغدى ايه. هنتغدى سمك وجمبري. ايوه سمك وجمبري 70، بس انا عايزاه كبير شويه. عايزاه كام واحد؟ استكبر لي انت، بتجيب لي بقى استكبر لي كله. كام واحد عايز؟ بصوا يا اولاد انا جبت من ده كيلو وهقليه، وهجيب من السمكه دي. السمكه دي نضيفه قوي اللي فيه نشوه دي. ده نص كيلو هشويه، جبت منه نص بس هشويه، وجبت كيلو جمبري ده ب 70. هات لي نص بس، هات لي حلو للشوي بقى كده الغامقه كده. انا عامل تشتري اي حاجه نشف. انا بشتري قطعة عربيات عشان هسرح اليومين دول اغسل العربيات. اللي بعيشك ما فيش حل تاني. والمشي دي عجبتني قوي الصراحه. تكنس الدنيا الشوارع في البلاط. بعد ما اكنس الشوارع هلمع العربيات ب 5 جنيه العربيه. وكمان عربيه المشابك حاجه 20. ده ايه بقى؟ طب هم وعين عادي؟ اجروا يا ولاد اجروا بسرعه، انا عملت مقلب فعالي. ايوه عملت مقلب، قلت له اقعد هنا استنى السمك لما يتشوى وانا هزقك، عشان عايزه اروح اي يعني افرد نفسي شويه وافرد جسمي شويه عمال ما انت تيجي. والله حصل، قمتي طالعه اجري على البيت. قلت لهم انا مش هعرف اقعد للعيال الا لما اغير مرايه السرير، هموت هموت يا ولاد.
يقولوا لي يا ماما بس بقى، قلت لهم بس اسكتوا انتوا قبل ما ابوكي يجوا، ده انا عملت فيه مقلب. قلت له اقف انت عند فرن السمك وانا هسبقك اروح، عشان انا اصلا يعني جنب السوق خالص. فسبقته وروحت ودخلت غيرت مناية السرير، ده السرير بتاعي عشان تبقوا انتوا فاهمين انا انانيه انانيه يعني. انا فرشت السرير بتاعي، ما كله معترض، قاعدين يقولوا لي يا ماما الراجل فرش الملايات دي واحنا داخلين، يا ماما الملايات نظيفه، يا ماما مش عارفه ايه. خلاص انتوا حرين، نظيفه نظيفه وانتوا حرين، انا هفرش ملايه السرير بتاعي وهفرش المخده بتاعت قبل ما علي يجي. والله عايزه اقول لكم انا مت من الضحك انا والعيال ساعه ما طلعنا نجري قبل ما علي يجي بسرعه بسرعه. قلت لهم هموت، عايزه انضف البيت، عايزه انضف البيت من امبارح، والراجل قاعد حابسني ورابطني في الكنبه مش عايزني اقوم من مكاني. فرشت اللحاف بتاعي كده، السرير بتاعي اتظبط ثواب، وايه يعني ثواب كده لله ان انا كمان اغير لهم ملايه السرير بتاعهم، حرام برضو يا ولاد. قمت جايبه السرير ده بكياس المخدات بالكوفرته بالحاجات اللي هم يحطوهم على جسمهم. طلعت اجري شغلت الغساله، جبت وانا جايه كيس مسحوق، هحط شويه مسحوق في الغساله واغسل الكوفرته والملايه، كده كده الهواء بيطص هنا في الشقه هينشفوا، عمال ما نيجي على بالليل احنا بنسهر هيكونوا نشفهم والهواء نشفهم. افرش لهم بقى ملايه وكيس مخده والكوفرته ينضاف، يتغطوا ووشهم كده وجسمهم يلمس حاجه نظيفه. ده انا امبارح عشان انام لو قلت لكم فرشت عبايه تحتي وفرشت فوطه على المخده اللي انا نايمه عليها، والله العظيم مش عارفه يعني انا مش موسوسه ولا حاجه، ولا انا عامله فيها ان البيت نظيفه والله ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، انا عادي جدا يعني عادي. بس يعني هو الواحد معرفش بقى هي يعني هي طباع بقى ولا هي ايه معرفش يعني، فاي حد كده اكيد. المهم كده عملت ايه، شغلت الغساله وغيرت السرير بتاعي، وقلت ان انا شنطه الهدوم بتاعتي ترصها لي في الدولاب. يا ماما ده احنا هنقعد كام يوم، قلت لها لكام يوم وان شاء الله نص يوم، فاضي لي شنطه الهدوم بتاعتي في الدولاب، انا مش عارفه البس ايه على ايه، الشنطه على بعضها. قالت لي طيب ماشي. جبت الحله غسلت الحله غسله حلوه لان انا جايبها من بيتنا اصلا، بس غسلتها غسله حلوه وقعدت احارب انا والبوتاجاز. يا عم ولع يا عم، يهديك يرضيك الحمد لله، ولع البوتاجاز. هعمل بقى شويه رز صياديه من اللي هو بيتاكل مع السمك بقى، الايه سمك اسكندراني ورز صياديه حاجه كده من اللي قلبك يحبها. عملت كده خرطت بصلايه ونص، وسبت النص التاني نص البصلايه التاني اعمل بص اعمل بيه سلطه. السنه نزلت جبت بتاع الخضار، قلت له هات لي ب 10 جنيه سلطه، والله العظيم بتكلم معاكم بجد، جاب لي ب 10 جنيه سلطه عباره عن طماطميتين خيارتين جزريه في الفلايه حبه خضره. والله العظيم انا بحكي لكم كده، ب 10 جنيه سلطه جاب لي ب 10 جنيه سلطه. نزلت بقى بالزيت وسبت كده ايه البصله تاخد لون، لما بتاخد لون غامق. وطلعت اجري اجري اجري، لانه كانت بتبص الشنطه ازاي حبيبتي وبتسوي لي الشنطه. طلعت اجري، بص هقول لكم احنا هنقعد هنا، احنا سهرتنا هنا قاعدين على الارض، العيال ولادي لامسين الارض، قاعدين اكلين شاربين ممددين على الارض، ازاي بقى انا اقعد على الارض الملزقه دي كده؟ يهديكوا يرضيكوا يعني يرضيكوا ده؟ قلت لهم بصوا بسرعه، عارفين انا بجري والدنيا بتجري ورايا، فكرني في فيديوهات على الفيسبوك كده لحد كل شويه تجيب حمات امها وهي طالعه على السلم وتنظف وتكنس وتمسح وتدهن وهم لسه بتطلع على السلم، عارفين الفيديوهات دي؟ هو انا عملت زي الفيديو ده، بس ده حقيقي والله. انا كنت بنضف عمال مواجي من الفرن بتاع السمك، حطيت شويه رابس، وشوفوا اساسا اللي انا لابساه في رجلي بهدل البلكونه عشان فيها ميه ومش عارفه، قلت هيتغسل وسط الايه. وقعدت بقى يا نشوه شرغاوي وتشك تشك 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 البلاط بالفرشه الجديده بالمقشه الجديده السلك اللي انا جايباها، وحد من ولادي وقع منه المعلقه على الارض، ايه يوطي يجيبها يولع ياكل بيها ايه. قعدنا حطينا ايدنا على الارض قاعدين ناكل في اي كان الارض اللي تبقى نظيفه كده. ولعت على حبيت حطيت الرز بقى، طلعت اجري كده حطيت الرز وطلعت اجري عشان اكمل بقى ايه اللي انا عملته. قعدت كده لما رغيت الدنيا رغاوي ورغاوي ونشوه رغاوي، ولمعت حته البلكونه وظبطتها كده وخليتها زي الفل بقى، والحمد لله. ودي احلى حاجه ان في صرف في البلكونه، كان نفسي يبقى في شقتي في البلكونه صرف وقفت النوم صرف وفي الصاله صرف. يا ده انا كنت بعمل طول النهار بكب ميه، اه والله اكتر من اللي انت بتعمليه، اه اكتر من اللي انا بعمله.
لمعت البلكونه دي بالفرشه. عايزه اقول لك هي دي النظافه. ما تقوليليش بقى صاحب الشقه تنظفها قبل ما احنا ندخل، ولا علي دافع فلوس للعامل ينظفها. طبعا دي رزق بتاع ربنا ودي ارزاق يعني يا اولاد. ايوه تقول لهم ينظفوا كله، مش مشكله انت ما تنظفي بعدهم هيبقى اسهل لك يعني، مش مشكله. ده رزقهم وتقول لهم ان هم ينظفوا، ده رزقهم. رزق عامل ولا حاجه ينظف مش 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 عيب ومش حرام. ادي له ينظف كله وانت لمعي التلميعه الاخيره اللي انا عملتها كده في الاخر يعني ايه على الوش كده، تبقي انت برده ضامنه النظافه اللي انت تبقى قاعده فيها. قاعده في حته نظيفه. انا طول الليل قاعده في البلكونه، ساعات افرش الشيلات اللي هي كان بالشيلات واحطها على الارض وامدد، حد جاب لي حاجه كده، تبقى الارض حواليك نظيفه يا اولاد والمكان يبقى نظيف بقى. انتوا عارفيني نشوه رغاوي ونظافه وشيك شيك شيك شيك، دي فرشه لازم كده. وانا ساعه ما شفت المقاش قلت هو ده اللي اجربها في البلكونه الحلوه اللي فيها بلاعه دي، بلاعه يعني صرف يعني. وجبت شويه معطر بقى عملتهم بالفوطه ويمين وشمال، خليت السيراميك بيزرزق كده بيزرزق بيزرزق. امير بقى اللي انا قلت له بص يا امير حبيبي انا مش هزق كنب، انا خلاص لا عدت هشتل حاجه من على الارض ولا عدت هزق كنب، يمكن اللي بيحصل لي ده قرصه ودن عشان ما عدتش هشتل حاجه من مكانها. وانا قررت ما عدتش هشتل حاجه وارفعها او ان انا ازق حاجه من مكانها. والله يا اولاد حد ايه ده زقها لي زق لي، ما زقليش مش هزق، مش هزق ولا هشتل حاجه من مكانها، ده قرار. المهم كده بعد ما عملت الفوطه دي كان فيها معطر نظفتها كده وقعدت انشف بيها الارض ولمعتها وخليتها زي الفل، واخدت الفوطه دي غسلتها تحت الحنفيه بميه سخنه وغليتها عشان تبقى ميه نظيفه كده حلو عشان لما اجي امسحها مره ثانيه خلاص. والارض كده زي ما انتم شايفين وانا ماشيه 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 كده بالمساحه، لما خليت الدنيا زي الفل كان الرز استوى معانا، دخلت عملت السلطه اللي انا قلت لكم عليها، طماطميه جزريه خياريه فلفلايه او مشطه حبه خضره، وعصرت عليها شويه ليمون. طبعا غسلت ايدي وغسلت الفوطه وغسلت الدنيا والدنيا حوالينا زي الفل، ما فيش الا كام طبق دول هيتغسلوا. والرز الصياديه غرفته وعملت السلطه. كان علي بقى دخل، عارفه الحمد لله ماما طلعت على السلم جاب لي ده النص كيلو السمك المشوي اللي انا جايباه، وده السمك. انا قلت له ليه؟ الراجل قال لي طب انا هعمله لك زيت بليمون، يعني زي الاسكندراني كده بيعملوه بالزيت والليمون والبصل والجزر والخضره كده بتبقى حلوه. والجمبري انا عملته صينيه عند الراجل، انا بشتري الحاجه اروح اوضبها بس عند الراجل. ممكن والله انا قلت له اوضبها في البيت بس علي صمم ان انا ما اطبخش. قلت له يعني حد يلاقي الدلع وما يتدلعش، والنعم اللي يلاقي الدلع وما يتدلعش يبقى حمار، فانتوا عارفين يعني انا سبته خلاص، انا مش عايز نطبخ بلاش اطبخ. طلعت كده السمك زي ما انتوا شايفين، طبق طلعت طبق جمبري كده صغنطوط لعم ابراهيم عشان لو جالنا بالليل إيه هو نفسه ياكل جمبري. طلعت له طبق كده وسمكاي وحبه رز، لما يجي بالليل يا رب يجي يعني هو والولا صوفي، وادخلهم الاوضه واقفل عليهم عشان ما يخشوش البلكونه والهواء. خدوا بالكم انا هخلي بالي يعني محدش يقول لي. والملايات بقى غسلتها، بصوا الهواء اساسا بيطير الملايه بينشفها في ايدي وانا لسه بنشرها، مفيش ساعه زمن الملايه دي هتنشف. وافرش لهم بقى السرير قبل ما يناموا يبقوا نايمين كده على حاجه نظيفه مغسوله. انتوا عارفين اساسا عشان احط الهدوم في الغساله انا عملت ايه من غير ما حد يتريق عليا؟ والله جبت حبه خل وشغلت الغساله على شويه خل. تقولي هي غساله ابوكي؟ اقول لك لا هي مش غساله ابويا، بس انا برضو عشان احط فيها الهدوم وانا نفسيتي راضيه شغلت الغساله اول على الفاضي، يعني حطيت فيها خل على الفاضي، قلت اعمل لهم دوره نظافه. اكيد اللي بيجي يسكن في الشقه دي ما بيعملش دوره نظافه للغساله. خلصت كل الحاجات بقى قعدتي بقى السهره بتاعتي، كيس اللب على بسكوتايه على كيس شيبسي على كوبايه شاي سخنه تدفيكي، وتقعدي تتفرجي كده بقى على موج البحر راحه وموجه جايه، موجه راحه وموجه جايه.